معك من الدار البيضاء. الو ملكة. اهلا سناء. اهلا لاباس عليك. لاباس عليك. الحمد لله بارك الله فيك. كلشي لاباس الحمد لله. لاله تحيه لك والطاقم والمستمعات كاملين. شكرا لك بزاف ملكة ام ايمان. مرحبا. عندي لك واحد السلام واحد السيده من الرباط امينه الام ديالها اللي كتشكرك بزاف بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بسلامه. وكتقول لك راه من الصباح هي معاه حتى العشيه. الحمد لله لينا الشرف. بحالي بحالها انا من 5 الصباح. لاله يحسوا منها من بشائر الصباح. الحمد لله. كنبداو مع الخمسه. هو منسينكم ومنسين. والله الا منسينا الله يكثر خيركم. بارك الله فيك. شكرا. لحقك البغري ديال مقله جديده. لا تبارك الله. واش نقول لك ما عطلتيش هذيك المقله. ما عطلتيهاش بالحداقه ديالك. ما عطلتيهاش الغد اللي درت المغري. اي صيفطتي لي وبقيت كنضحك. الله يعطيك الصحه. والله العظيم هذاك النهار الغد اللي درت المغري. كنشكرهم بزاف وكنشكر المسؤولين على هذا البرنامج. مرحبا. كنشكرهم بزاف. شكرا. غادي نعطيك الغاطين ديال السردين اللي شفتو لك البارح شتي واخا شتي تصاورات اللي شفتو شفتو هي كيبان بحال الكيش واه كيجي واعر ما نقولش لك انا حمزه ما كياكل السردين فيه بهذا الشكل حطيته لي ما قلتش لي هذا السردين واه مزيان هذا الشيء اللي مزيان دابا نتمنى المستمعين ما كياكلتهاش ما قال لي ماما شنو هذا قلت له جي انت شكون هذا المرنه قول لي والله الا جا زوين كنتمنى مستمعاتي يجربوه يلا واخا عندها كيلو ديال السردين كنجيبو لكم طبيعي الحال كل سردين جديد كنقيوه ونغسلو ونديرو فواحد الشبكه تيقطر من الماء مزيان انا داك الماء ديالي اللي كان فيه راه كيبقى يخليه شويه خفيف كنديرو ملي كنطحنو في الطحانه هي ضويه ولا اللي عنده خلاط ديال الضو يديرو فيه كنديرو فواحد الطرسي كنسرحو فيه مزيان وكنبدا ندير العطريه الملحه شويه ديال البزار والكمون شويه الخرق والعود والتحميره شويه بالزيت كنكثرو شويه التحميره وعندها الثومه مفكوكه والربيع تاهو نكثرو شويه وواحد نص كاس ديال زيت البلديه. وكناخد واحد خيز زوا كنحكوها في حكاكه الغليظه. ايه مزيان. وواحد البطاطا كنحكوها في حكاكه الغليظه وبيضه والزيتون مقطع وكاس ديال الشعريه ديال الصفرا. انا علاش درت هاد الشعريه ديال الصفرا حيت هي شويه غليظه كتشرب لينا باش ما يجيناش شويه خفيف. واخا. هاك الشعريه ديال الصفرا غنوري السيده فيها. ايه غنتبع معاك الطريقه واخا. هي غير هزو داك الكاس ديال الشعريه كيديروا واحد سميتها ديال كاسرونه يديروا فيها شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت وخوفوا هذاك كاس الشعريه وكيبداو يحركوها شويه راه دغيا هي كطيب وكنديروها في الصفايطه كتقطر لينا من الماء. ايه هادو هما المكونات اللي كاينين والهريسه اللي بغى يديرها. ايه شنو هي الحاجه؟ هادشي اللي كاين. وعندنا البيض وعندنا الفرماج للتزيين. ايه نعاود المقادير. واخا الله يجازيك بخير. كيلو ديال السردين طحون شويه ديال الملحه والبزار كمون خرقوم عود تحميره تقريبا جوج معالق ديال التحميره والثومه محكوكه حتى هي درص تقريبا شي ثلاثه ديال الدرص تاع الثومه والربيع وعندنا نص كاس تاع زيت البليه خيز زو محكوكه في حكاكه الغليظه وعندنا بطاطا محكوكه في حكاكه الغليظه بيضه الزيتون مقطع وكاس ديال الشعريه رطبناها هادو هما المكونات اللي كاينين فيه اللي كنديرو في داك الطرسي عاد كنهزو كنبداو نخدموه باش كيدخل معاهم ديك العناصر كلها كيدخلوا كنغطيو واحد شويه يرتاح لينا باش يشرب لينا ديك العطريه وداكشي اللي درنا به كنجيبو المول كيدخل الفران كندهنوه بالزيت وكنبداو نقرصو ديك داك السردين ديالنا بحال شي خبزه كنقرصوه كناخذو تقريبا 4 البيضات كنطربوهم وكنزيدوهم فرماج محكوك وكنخويو عليه وكندخلو الفران وبالصحه والراحه الله يعطيك الصحه